اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش فراخ فيليه بالهوت دوج والجبنه. المكونات فراخ فيليه مقطوعه كده، هو مفروض بس كده مفتوح يعني، كاتشب، صويا صوص، خل ابيض، هوت دوج، جبنه تشادر مبشوره، جبنه موتزاريلا مبشوره، فلفل الوان وبقسماط، وهنستعمل شويه فلفل اسود مع الاكل. سخن الجريل، نجيب الاول نعمل خليط من الكاتشب، صويا صوص، ندخل نقلبهم، رشة فلفل اسود، وهندهن بيه الفراخ. نخلي صوص جنبنا والفرشة عشان خاطر هندهن الفراخ وهي على الجريل. دلوقتي بقى نخلط الهوت دوج شويه صغيرين مش كتير قوي، فلفل الوان، مع الجبنه، شويه جبنه موتزاريلا. نحط عليها الخليط كده، نحط عليها بقسماط، ندخلها الفرن تحت الشواية لحد ما الجبنة تسيح. الأول بس ندهن التوست مايونيز، نحط شوية من خليط عملناه كده بالخس والفلفل الألوان وشوية زيت وملح وفلفل، كده الساندويتش بتاعنا جاهز. ساندويتش فراخ بالهوت دوج في الفرن، ساندويتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.